بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي حالة جديدة، طبعا دي حالة سي تي برين اكزيال كات او اكزيال كات وكرونال ريفورماتد ايمجز. الحالة طبعا تروما شكلها، عندنا لارج ليفت سيريبرال كونفكسيتي سب ديورال هيموراج. اللي انا عايز اقوله في هذه الكيس نقطتين. النقطة الأولانية السب ديورال هيمراج هنا انهوموجينس، هو predominantly هايبر دنس، ده معناه ان هو اكيوت ستيج، لكن في حتت هيتروجينس هايبودنس، وده يشككنا ان في اكتف بليدنج، بنقول ان في اكتف بليدنج. تاني نقطة طبعا ده في بوزيتيف ماس افكت عنيف، وعامل ميد لاين شيفت، وعامل انكل هيرنيشن وسب فالساين هيرنيشن ديستورشن للفنتريكلز، في سلايتلي دايليتد فنتريكل على الناحيه الرايت، وده غالبا بيكون امبيرد برضه سي اس اف درينج عند الفورامن مونرو، يبقى حاجه بيسموها ترابد فنتريكل. لكن النقطه المهمه اللي انا عايز اقولها في هذه الكيس هي الفوكس اوف هيموراج اللي موجوده في البرين ستيم دي على الناحيه الثانيه اللي هي هنا وهنا. دي بيكون اسمها ايه؟ دي اسمها ديوريت هيموريج، والديوريت هيموريج ده بيحصل نتيجه للانكل هيرنيشن الجامد. بيبقى التنتوريال ايدج بتضغط على البرين ستيم وتقطع البريدجنج فينز اللي معديه من هنا وتعمل الديوريت هيموريج ده، ودي معناها ان الحيان ده فيري سيفير تروما وباد بروجنوزس والمورتاليتي ريت فيري هاي. فدي نقطه مهمه جدا لما يكون في حاله تروما، ان احنا لو لقينا في البرين ستيم فوكس اوف هيموريج نقول عليها ديوريت هيموريج، ودي نقطة مهمة جدا تكتب في التقرير.